وأيضا والتنسيق له مسبقا بعقد العديد من الجلسات المتزامنة بمواضيع مختلفة، كل موضوع على حدة. طبعا هذه المشاورات لا تزال طبعا إلى الآن مغلقة، لم يخرج المتحاورون من القاعات المخصصة حتى نستطيع الحصول على المزيد من التفاصيل، لكن طبعا هذه المشاورات تتم بالتزامن، كل موضوع يتم مناقشته على حدة، مواضيع متعلقة بالسياسة وأيضا حتى الاقتصاد وأيضا الأمن ومكافحة الإرهاب والأمور الاجتماعية وحتى ما يخص الأمور الإعلامية، كل تلك المواضيع تتم مناقشتها على حدة. طبعا حالة التفاؤل لا تزال مستمرة، والتوافقات بين الأطراف السياسية اليمنية كانت واضحة من خلال التصريحات الإعلامية للدكتور عبد العزيز العويشق وهو مساعد الأمين العام للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. طبعا لا تزال هذه المشاورات مستمرة لحد الآن بانتظار طبعا بإذن الله انتهاء المفاوضات المغلقة وقدوم العديد من المتحدثين إلى مقر تواجدنا هنا في المركز الإعلامي بمجلس